كنت تنامي قبلي بساعه، شو اللي سهرك لهلا؟ بالي مشغول على البنت، ما قدرت اخفى. ما تخافي عليها، قالي صار بين ايدين امينه وسام حنون وهند كثير طيبه. بعرف، خايفه البنت تفيق بالليل تصير تبكي بدها ترجع على البيت. لو بكيت كانوا رجعوها، اكيد البنت نايمه وغافيه. فوتي نامي وما ينشغل بالك. هلا بفوت، روحي انت ارتاحي. تصبحي على خير. انت كمان بعدك سهرانة؟ أول مرة بسهر لهالوقت. شايفة شي برا حتى واقفة على الشباك؟ لا ما في شي، بس بيتهيألي يمكن إليسار ترجع بهالليل على البيت. مشان هيك بعدك سهرانة؟ إليسار بنت رقيقة وحساسة، أول مرة بتنام برات البيت. يوم اللي تركت عندك ورحت على بيروت كان بديها ترتاح من قساوة جوزي. كنت عارفة قد ايه انت وإليسار متعلقين ببعض. يوما كنت مأمنة وعارفة ومطمنة قد ايه بتحبيها. أنا الليلة مثلك، خايفة وقلقانة عليها. معك حق تخافي، معك حق تقلقي. أنا مش خايفة عليها لأنها بعيدة عني لوحدي. أنا خايفة عليها لأنها كمان بعيدة عنك ومتولعة فيكي. لازم كتير تزورينا يا إليسار، نحن كتير منحبك. أنا كمان بحبك وبحب تيتا وبحب جده. دخيلك أنا. لازم تيجي دايما لعنا حتى ما نشتقلك. أمتى رح نشوفك مرة تاني؟ بسألني سرين، بسألني سرين وماما. مع السلامة يا جدو. الله معك. باي. ضايعة كلها بسيرة عمتك رانيا، وانت بعدك بتزورها وبتقضي وقتك مع بنتها. ضايعة كمان بسيرتك انت والضابط. هيدا الشي ما بغير انك امي، ولا بغير انه رانيا عمتي واللي صار بنت عمتي. عم بيقولوا عمتك زانية وبنتها بنت زنا. لازم تخجل من نفسك ومن علاقتك بعمتك وببنتها اللي صار قدام الناس. ليه بدي اخجل؟ لانك ما بتحبيها ولا بتحب بنتها؟ انا واللي صار ما بنحمل ذنب حدا، لا ذنبك ولا ذنب عمتي. أنا ما عندي أي ذنب. عمتك يلي جايبة بنت ما عندها بي. ما في حدا ما عنده بي. يا خوفي تعرف مين بيها، رح تصير تحب عمتك أكتر وتحب إليسار أكتر وأكتر، يمكن حتى أكتر مني. صباح الخير. صباح الخير. انبسطتي بنومي عند وسام وهند؟ ايه انبسطت كتير. سهرت مع عمو نجيب و... لا سهرت مع جدو نجيب وتيتا سهام. كنت تقولي عمو نجيب وعمته سهام، هلا صرت تقولي جدو وتيتا؟ عمو وسام قال فيني اقول جدو وتيتا لانهم بيحبوني كتير. كل الناس بتحبك لانك شاطره وحلوه وذكيه. بدي اشوف الماما وعمته سناء وعمو مازن. يا حنة ناطرينك جوا، فوتي شوفيهم. عزبتكن؟ لا ابدا، كانت مثل الملك. امين زار يوسف ليلة امبارح. عظيم، اتصل فيكي؟ شفتي؟ ما بده يضيع وقت، زار يوسف 15 سنة بس. يا خسارة، لو شفتيك كنت عرفتي شو كان بده المختار منك ومنه. الله يرحمه، شغل لي بالي باسم امين. شو كان بده من يوسف؟ في كولونيل رح يوصل بكره الساعة 12، بده يعمل كبسة. ما في توصية؟ تموين وقف بالوقت الحاضر. انتو وقفوا مراقبة. وأنا برأيي ما تتجولوا كتير. هيدا كل شي؟ هيدا كل شي.
مرحبا. مرحبا. هون بتضيع الرجال ما بيبوسوا ايد الست. إذا الست حلوة مثلك لازم يبوسوا ايدها. خجلتني. نعم؟ خليتني استحي. بقدر اقعد؟ تفضلي تفضلي. أنا من 10 أيام ما شفت أنت. منشان هيك جيت لعندك. 10 أيام كتير وأنا اشتقت لك. لازم كل يوم أشوف أنت. ما بقدر أجي كل يوم. بعدين أهلي ضيعة بيعرفوا إنك بتعجبني. أنا بعجب أنت كتير؟ كتير. أنت بحب أنا كتير؟ لو ما بحبك ما بجي لعندك. ما بتخاف حدا يفوت ويشوفك؟ بدون إذن ما حدا بيفوت إلى أنت. أنا وكمان زينة. نسرين، أنا بحب كون قريب من جسمك. أنا كمان بحب كون قريبة منك ومن جسمك، وبحب بوسك كمان، بس مش هون. فهمت، أنت بينتبه كتير. أنت كمان لازم تنتبه وتكون واعي وحذر. إذا بدك تشوفني منلتقى برات المركز. وين؟ خلف النبع. هونيك ما حدا بيشوفنا. إمتى؟ بكرة رح كون ناطرتك الساعة 12 إلا ربع. رح كون ناطرتك ومشتقت لك. لو افترضنا طلع بإيدها وشالت الضابط، شو بتكون عملت؟ في ضابط تاني رح ياخد محله. نسرين بدها شادي يعيش حياة طبيعية بدون عقد وخجل من العلاقة اللي بين أمه والضابط، خصوصي أنه ضابط انتداب. يا ريت، بس كيف بدها تشيله من الضيعة؟ ما بتعرفي، يمكن يطلع بإيدها. نسرين! كيفك جميلة؟ بعدنا انا ويوسف هلا بسيرتك. تفضلي. اهلا وسهلا بنسرين، زياره خير ان شاء الله. تفضلي. طمن، ما في الا الخير. بدي اياك انت وجميله تسمعوني منيح. قعدوا. بكره بدي منك خدمه يا يوسف. انا حاضر لاي خدمه. وبدي جميله تساعدك. من عيوني يا نسرين. هاي الخدمه بتعتمد على الوقت. الوقت رح يكون كتير مهم وكتير دقيق.
هون هدوء وفي رواق، ما حدا بيشوفك معي ولا حدا بيشوفني معك. برافو نسرين، انت بنت زكية، تعرف وين لازم يكون سوا سوا. يعني عجبك هالمحل؟ حلو كتير، انت كمان حلوة نسرين. ما تستعجل، انا بحب احكي معك وبحب اسمعك، صوتك كتير بيعجبني. لازم نحكي شوي بالاول مع بعض، بعدين منحب بعض. فهمت علي؟ فهمت، لازم جو، لازم كلام حلو، لازم احساس. انت ذكي وبتفهم، منشان هيك بتعجبني. خبرني شوي عنك وعن حياتك. انا خليكي بتولوز. تولوز مدينة كبيرة، مدينة حلوة كتير. بشيتي كان في تلج وكان في برد، كنت أخذ طريق بعيد علشان أروح مدرسة، كنت أخذ هذه الطريق عشان أرجع بيت. يعني تقريباً قدي تمشي؟ حتى أروح مدرسة نص ساعة، حتى أرجع بيت كمان نص ساعة. لا أنا ما تغيرت، بعد عندي نفسية الفلاحين وروح الفلاحين وأخلاق الفلاحين. الأرض غالية على قلب الفلاح، غالية تمينة مقدسة، ما بيريد حدا يدنسها. أنت ضد حكومة فرنسية؟ أنا قلت هيك؟ ما بتذكر إني قلت هيك. أفكار أنت بيقولوا هيك؟ لا، أنتوا جماعة أوادم، عملتوا علينا انتداب لأنكم ناس طيبين وطنيين، بدكن مصلحة فرنسا من بيوتنا ومن أرضنا. أنا جيت هون علشان أعمل حب، مش علشان أتكلم بسياسة. شو ناطر؟ اغمرني، خدني بين إيديك. بعدي عنه! إذا فكرك تاخديه مني مثل ما أخذت منك ربيع نجوم السماء أقرب ليك، وإنت هيك بتخليها تضحك عليك؟ عحساب بتحبني، كيف بتحبني وعم بتخوني معه؟ ما بحبك ابدا، بحبني الي وانا بحبه وناوي اتجوزه. سمعت شو عم بتقول؟ جاوبها، الا مين بتحب؟ شو بعدك ناطر الا؟ زينة، ما لازم مشاكل، بعدين نحكي. انت هلا روحي بيت، كمان نسرين روح بيت. ماني رايحه من هون الا انا وياك. لوين رايح تركني؟ انا بحبك، خليك معي يا حبيبي، شحطها من هون. شو عينك وقحة؟ تركيه، بعدي عنه، حس ترمي حالك عليه. منك شايفك شو عم تتحديني؟ ولو احكي لك شي كلمة، شو بطلت تحبني؟ امشي معي. إذا بتروح معها ما بقعد احكي معك وما بقعد حبك. انت وهي بيعملوا أشخاص. أنا ما بروح معك، ما بروح معها. أنا اللي لازم تروح معي لأني بحبك وأنت بتحبني. هيدا الموضوع شيلي من راسك، زواج انت وياه ما في. غارد ابو وي مون كولونيل. مي كيس كي سو باس ici؟ Rien, rien mon colonel. Vous perdez votre temps avec les femmes. Suivez-moi. Quel désastre. Quelle histoire. عم بيقول كارثة، إن شاء الله هالكرسي ما بتوقع إلا عليك وعلى راسك يا نسرين.